كان صلوات الله عليه يحدث أمه في بطنها ويؤنسها بتسبيحه، فلما حضرتها الولادة لم تجد ألما ولا وجعا، فدخل عليها النبي صلى الله وقال لها: يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا، فطوبى لك بحملك بالزكي والسبط البهي، فإن جبريل عليه السلام قد هناني به، وإنه وأخوه الحسين عليه السلام سيدا شباب أهل الجنة، وإن الله تعالى سيظهره لك، وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي، هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة. ثم قال لأسماء بنت عميس وأم سلمة: أحضرا ولادتها. فبينما هي عليه السلام جالسة، يا مستمعين النظام استعدوا للقيام، فبينما هي عليه السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم، وحولها نساء من أهل الجنة، والبيت يضيء نورا، وقد امتلأ البيت من روائح الطيب، وإذا بها قد وضعت بولدها الحسن عليه السلام أفضل عليك يا رسول الله صلوات صلى على محمد عليك صلوات فاطمة الزهراء صلوات الحسن والحسين صلوات أئمة المعصومين صلوات صاحب العصر والزمان إلهي عجل صاحب العصر والزمان إلهي صاحب العصر والزمان الله يعودكم إن شاء الله والله يثيبكم وعادنا الله وإياكم على مثل هذه المناسبات في خير وعافية. استريحوا، توجد وجبة سحور يا جماعة، استريحوا توجد وجبة سحور.